لحضرتك أيضاً دراسة عن ألعاب البنات. البنات في مصر كان لهم ألعاب محددة؟ أنا كنت عاملة دراسة عن ألعاب البنات بين القيم الوظيفية والقيم الرمزية، وطبعاً يعني إحنا عندنا الدمية اللي كانت بتتعمل القطن في الفلاحين. أيوة. دي الدمية العروسة، دي كانت عروسة بالقماش. العروسة بالقماش دي كانت طبعاً متوارثة وموجودة. أكمل ألعاب البنات والأغاني اللي بيغنوها البنات في ألعابهم كانت متوارثة. الحقيقة إن البنات في مصر كانت طول عمرها بتلعب، وبتلعب بره، وبتلعب مع الولاد، وبتلعب ألعاب خاصة بيها. برضو زي ما حضرتك أشارتي، جت فترة كده والبنت ما تخرجش وما تلعبش وما تعملش، هترجع تاني والبنات هيلعبوا ألعابهم تاني، والعروسة أنا أشوف إنها تجمل وتطلع وتطلع. وفي اتجاهات، وفي ناس ابتدت تعمل عرايس مصرية بدل بقى باربي والعرايس الغربية اللي بتصدر لنا نمط من الجمال هو مش بتاعنا خالص. لكن العروسة تبقى بالملامح المصرية اللي تنقل تراثنا، ونلبسها الجلابيه الفلاحي عشان تعرف الفرق بين الجلابيه السيوي والجلابيه السينا والجلابيه الصعيدي والجلابيه الفلاحي، وانواع الحلي المختلفه طبعا اللي في مصر اللي بتبرز تنوع ثقافي عظيم وقدره على الوصول الى العالميه.